حيث بات تنظيم داعش يسيطر على مدن عراقية كثيرة، اضطر بعض مقاتليها إلى رمي سلاحهم والاستسلام خوفا من الموت. آثار الدمار التي تشهد عليها عدد من المحافظات العراقية تشير إلى بشاعة الحرب الطائفية بين السنة والشيعة اللذين سرعان ما انقسما إلى فريقين، إما مدافعين عن داعش أو مؤيدين للحكومة العراقية ورئيس وزرائها نور المالكي في كل حديث عن العراق ومحافظتها. الاجتياح العسكري لجماعة داعش المسلحة رصدته منظمات حقوقية مؤكدة أن التنظيم المسلح ما هو إلا أداة في يد دولتي إيران وتركيا لاحتلال العراق بحجة حماية الشيعة من خلال دخول قوات إيرانية إلى العراق وسوريا واليمن. فيما اتهمت واشنطن على لسان الناطقة باسم الخارجية الأمريكية جينيفر باساكي نظام الرئيس السوري بشار الأسد وتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام داعش بتأجيج الفتنة الطائفية، رافضة قول النظام إنه يحمي الأقليات. وحذر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من العواقب الوخيمة للخطاب الطائفي في العراق الذي قد يؤدي إلى مزيد من تفاقم الصراع ويحمل عواقب وخيمة على المنطقة بأسرها. وكان بيان أطلقه ائتلاف متحدون للإصلاح قد وصف تنظيم داعش الإرهابي والسياسات الطائفية المتبعة بأنها مخططات لتقسيم العراق، مؤكدا أن السياسات الحالية ذات طابع منهجي يتم العمل به منذ أكثر من 10 سنوات، بما أشعر قطاعا واسعا من العراقيين بالاستهداف السلطوي من خلال ممارسات ذات طابع فئوي تجاههم جعلت وجودهم الآمن في وطنهم محل شك وتساؤل. العراق الذي بات قاب قوسين أو أدنى من حرب أهلية قد تؤدي إلى تقسيمه إلى دويلات ثلاث، دعا قادته السياسيون إلى ضرورة الوحدة الوطنية والحذر من الممارسات الطائفية في أي مدينة عراقية. شنين الشفعي، النيل. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام، ونرحب في هذا الحوار بالدكتور كمال حبيب المفكر والباحث في شؤون الحركات الإسلامية. أهلا بك يا دكتور كمال. أهلا بحضرتك. نرحب أيضا بالأستاذ سمير راغب المحلل السياسي والاستراتيجي. مساء الخير يا أستاذ سمير، وأهلا بحضرتك. حبدأ معك يا دكتور كمال، يعني آخر التطورات بتشير إلى أنه قبل سقوط الموصل بيد الدولة الإسلامية في العراق والشام، داعش استطاع الجيش العراقي ان هو يقبض على ابو هاجر وهو الرجل الاقوى في التنظيم ورئيس المجلس العسكري كما يقال عندهم. ايضا صحيفة الجارديان البريطانية نقلت عن مسؤول استخباراتي عراقي قوله ابو هاجر توعد قائلا انتم لا تعرفون ماذا تفعلون، واضاف الموصل ستتحول الى جحيم هذا الأسبوع. وبعد ذلك احتل داعش جزء كبير من شمال العراق ووسطه فرض سيطرته على الموصل وتكريت وأيضا كركوك في وقت من الأوقات، والجيش العراقي طبعا انسحب قدامهم. عثرت بقى القوات العراقية في منزل أبو هاجر على 160 شريحة ذاكرة ومضية بتحتوي على معلومات تفصيلية عن داعش، وكشفت المعلومات أن التنظيم الإرهابي بيختار قادته بدقة، والعديد من هؤلاء من قدامى المحاربين المتمرسين على القتال ضد القوات الأمريكية. بتحليل تلك المعلومات، يعني هل تشير إلى الكشف عن تنظيم، ما هي التنظيم، كيف تشكل ولماذا تشكل؟ هو طبعا الكلام على أن فيه 160 فلاشة والحاجات دي طبعا كلام محتاج لتدقيق، وذلك لان ما يعني انا ممكن 160 فلاشه احطهم على مثلا ديسك كبير شويه 500 جيجا ولا حاجه. فطبعا يعني ايه الموضوع محتاج قدر من هي نشرته الحياه اللندنيه طبعا. أيوه. ولكن احنا بنقول ان احنا امام تنظيم. هذا التنظيم طبعا هو تنظيم متطرف. وهذا التنظيم استغل مشكلة يعني مشكلة فقدان النظام السياسي العراقي لشرعيته، لا على مستوى اللي هي تعبير الحكومة أو النظام السياسي عن كل مجتمعه فكان طائفية، ولا على مستوى الإنجاز، يعني على مستوى عمل إنجاز معين على أي شكل على أي صعيد. فحتى الصعيد السياسي نفسه كما ترى ان الانتخابات الاخيره طبعا يعني كانت انتخابات في جو متوتر،
بالإضافة أن مناطق السنة ومناطق العشائر في الأنبار والفلوجة وفي غيرها كانت طبعا عملت اعتصامات طويلة الأمد، تم قمعها بعنف وتم قمعها بقوة. وبالتالي احنا أمام مشكلة شرعية أولا، يعني هل يعبر النظام السياسي عن كل أطياف المجتمع العراقي؟ دي أزمة شرعية. الحاجة الثانية أزمة إنجازي، يعني قدرة النظام على أن ينجز شيئا متصل بحياة الناس بمعاشهم بالأمن وكذا، كلهم في تفجيرات وكلهم في مشكلة أخرى متصلة بشرعية، فكرة التبعية. يعني إيه؟ يعني أن السياسات التي ينتهجها المالكي أغلبها سياسات مرتهنة لإيران، وبالتالي في شك في أن القرار السياسي يمثل المجتمع، يمثل مصلحة الأمة العراقية، فهذه برضو أيضا أحد المشاكل الكبرى. في مشكلة متصلة أيضا بفكرة أن الولايات المتحدة الأمريكية، وأن الولايات المتحدة الأمريكية دخلت والمحافظين الجدد وعلى أساس أمامهم خرائط وأمامهم بناء عالم جديد مختلف وفقا لرؤية جورج بوش الابن، ودخلوا وألغوا الدولة القديمة وألغوا البعث وعملوا كذا، وحاولوا أن هم يبنوا وفقا للأوراق، يعني وفقا للعقل الغربي، يعني يشتغل على الورق دون ادراك بالواقع اللي موجود على الارض. وبالتالي يعني هو العقل الغربي مولع بالحكايه دي، يعني فكره نسف القديم وبناء الجديد. ولكن بناء الجديد على اي اساس؟ هو طبعا ليس مدركا بشكل جيد ايه طبيعه المجتمع العراقي. طبعا المجتمع العراقي نظام الاجتماع فيه قائم على الولاء الاول للقبيله وللعشير، وبالتالي حتى فكرة البعث والتحديث والكلام ده لم تلغي هذا الايه؟ هذا الولاء، بقيت حاضنة مهمة، بحيث ان انت لو سألت اي عراقي لمن تنتمي اولا؟ لقبيلته ولعشيرته. فالعشائر قوة كبيرة جدا، قوة كبيرة موجودة. طبعا النظام السياسي اللي تأسس بعد 2003 تأسس يعني معبرا عن الاكراد ومعبرا عن الشيعة، المجتمع السني جرى تهميشه، وبالتالي المجتمع السني اصبحت لديه مظالم، لديه مطالب، لديه طلبات متصلة بأنه هو يمثل في النظام السياسي. فطبعا ده أدى إلى أن داعش يعني ترفع مظلة المظالم السنية. أيوة. المظالم السنية وتأخذها أمبريلا أو مظلة علشان تضع نفسها قدم في مناطق السنية. وطبعا زي ما حضرتك تفضلت هنا، ليس داعش وحدها في المشهد، انما احنا عندنا مثلا على سبيل المثال في مجموعه كبيره جدا، او في اللي هو مجموعه العشائر السنيه، في مجلس العسكري للعشائر السنيه، في قوى حضرتك اللي هي كانت بتقاتل الامريكان وخبت بعد العمليه السياسيه وغيرهم من اهل السنه، زي مثلا جيش المجاهدين، زي كتائب العشرين، زي جيش انصار السنه، كل هذه قوى أعيدت لها الحياة بناء على أن النظام السياسي نظام مفبرك، نظام لا يعبر عن الأطياف، مستبعد قطاع كبير من أهل السنة، وبالتالي هذا الضغط على أهل السنة وجد داعش حاضنة يعني مناسبة لعملياتها، لأنه جزء من أهل العراق متضامن، مش متضامن ولكن يعني على الأقل هم على فكرة هم بيقولوا هو أصل بيقولوا يعني اللي هم العشائر السنية تقول أن لو المالكي سحب قواته فسوف نقوم نحن بقتال داعش. أيوة. فإذن داعش الوقت مستخدمك إيه؟ كبيدق أو كشوكة في صراع سياسي، لكن داعش أصلا ليس لها مستقبل وليست هي الوحيدة في المشهد، لأن طبعاً مش هتسيطر على كل المناطق دي كلها وحدها. صحيح. بأكيد بمشاركة آخرين. نعم. طيب أستاذ سمير، ذكرت معلومات انه خلال الاعوام الماضية كان مسؤولو استخبارات اجنبية يعرفون ان تأمين التدفقات النقدية الضخمة لداعش كانت بتأتي من حقول النفط في شرق سوريا اللي كان التنظيم بيسيطر عليها منذ اواخر عام 2012، بالاضافة الى الاستفادة من الحقول النفطية اللي عاد التنظيم وباعها مرة اخرى الى النظام السوري، فضلا عن المكاسب التي جناها من تهريب جميع انواع المواد الخام من سوريا والاثار التي لا تقدر بثمن، وبيقال ان هم اخذوا 36 مليون دولار من منطقة النبك وحدها. هل معنى ذلك انه التنظيم لا تسانده دول او استخبارات اجنبية، وانه التنظيم فعل ذلك لوحده نتيجة يعني موارده الغير محدودة داخل سوريا؟
لا هو طبعا عشان يعني نجيب الموضوع لاصله، هذا التنظيم نشأ في العراق على يد ابو مصعب الزرقاوي باسم جماعه التوحيد والجهاد، ثم القاعده في بلاد الرافدين، ثم مجلس شورى المجاهدين في 2006، وقتل ابو مصعب الزرقاوي وتم تشكيل دوله الاسلام في العراق، الدوله الاسلاميه في العراق، في العراق، وتولاها ابو عمر البغدادي ثم قتل في 2010، ثم تولى ابو بكر البغدادي. لكن الحاضنه اللي جعلت منه تنظيم يعني نتحدث عنه هو وجوده في سوريا. الكلام اللي سيادتك قلته ده تماما سليم، بالإضافة لأنه التمويل، التمويل وحرية الحركة، الحركة ما بين الرقة وما بين الموصل والأنبار وحتى الحدود التركية، يعني بقى عنده من حلب يعني الطريق مفتوح يتحرك كما يشاء، بالإضافة اللي هو الناشئ عن قضية دعم كل ما هو ضد الأسد. فلا شك أن هذا التنظيم استفاد سواء النصرة اللي هو ضمها عليه وبقت دولة الإسلام في العراق والشام، يعني طبعا ضمها غصبا عنها، يعني بالإضافة لأن لما زاع صيت داعش بدأ اللي رايحين يحاربوا في, 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 في النصرة فانسحبوا وراحوا مع داعش، والإمدادات المادية اللي كانت بتروح للنصرة راحت لداعش، وده اللي بيحصل طبيعي. يعني لما زاع صيت القاعدة فبقى في كتير بينتهجوا الفكرة، حتى لو هم مش مرتبطين ارتباط مباشر بتنظيم القاعدة، داعش دلوقتي هو اللي بيستفيد. بالإضافة طبعا يعني زي ما بيقولوا نجاح بيولد نجاح، يعني هو في الموصل في يعني أنباء بأن هو باستيلاء على البنك المركزي حصل على 452 مليون دولار أمريكي، بقى يدعم سوريا، يعني هو استفاد من سوريا وبنى يعني كحاضنة ليه، سواء وأيضا حصل على أسلحة تركها الجيش العراقي، في جزء دمره، في جزء دمره، في جزء المدرعات حولها لسوريا، لسبب هو طبيعة عملياته بتعتمد على خفة الحركة أكثر من سوريا. يعني عملياته في العراق ما بتعتمدش على المعدات الثقيلة ممكن يحتاجها في سوريا. ولو بصينا لأساس الحاضنة الأصلية، لولا الحرب ضد طالبان ما نشأ القاعدة، لولا احتلال العراق ما نشأ جماعة التوحيد والجهاد واللي جابت الكلام ده كله. بالإضافة لأن أثناء عملياته برضو في فتح للسجون استفاد أنه هو يضيف قوة مقاتلين، إن هو في الحقيقة قوته يعني تعد ما بين 7000 و 10000 في العراق وسوريا، في العراق وسوريا. بالإضافة أنا بس أنا عايز أضيف إضافة، هو يعني تطور التنظيم لغاية أبو مصعب الزرقاوي كان ملوش شعبية في العراق نظرا لأن قياداته كانت من الأجانب. هو حاول يعمل عملية العرقنة، إن دلوقتي لو شفنا قياداته بما فيهم أبو بكر البغدادي يعني هو سامرائي وخريج جامعة السامراء، فابتدى يحاول ان هو عشان يرفع شعبيته ان هو يخلي القيادات دلوقتي معظم قيادات داعش من العراق، وابتدى ان هو يشتغل بالعقل ويستفيد من تجربة سوريا وخاصة تجربة الرقة، ان هو يبتدي يتفاوض مع العشائر والقبائل، يحاول يبتدي لما يعني في جزء دموي بيحصل مع فتح المدن او احتلال المدن، بعد كده يبدا في حملات نظافه وحملات دعوه للصلاه وده الجزء اللي هو مش بيبان في الطرح الخارجي. اللي بيقول الدكتور كمال انا متفق معاه تماما، انه ليس له مستقبل ان هو يحكم، ولكن من الصعب بالطريقه التي تداخل بها في العراق، وطبعا معانا النقشبنديه يعني دول كان معظمهم من ضباط كانوا في جيش صدام معاه كل بقايا البعث موجوده معاه ووضع امريكا نفسها في وضع محرج. ان كانت امريكا كانت سواء بشرق الاوسط الجديد او ما اطلقته وزاره الدفاع بشان حدود الدم اللي هي فيها تقسيم، ولكن امريكا مهدده بشده لان امريكا ليها اربع مصالح استراتيجيه منهم ثلاثه بتهددها داعش، اللي هي تمديد خطوط ومحاربه الارهاب ومسانده حلفائها مهددين، لان احنا لو شفنا خريطه داعش مدخله الكويت في دوله الاسلام في العراق والشام بقى في السعوديه في خطر. الامدادات الوقود حتى الان لم تتاثر لان الجزء اللي في الجنوب في البصره فهو بعيد عن مناطق العمليات، والجزء اللي في كركوك برضو
يعني هم لسه يعني مع البشمركه لسه في مصفاه كبيره تاثرت تاثرت لكن لم تتاثر لمرحله تاثر امدادات الوقود. وخاصه حاجه ان الوضع في 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 في, في مناطق الاكراد يعني هي الاكراد لسه واقفين على الحياد شويه بيدافعوا مش عايزين يخشوا في عمليه على امل يا اما تتقسم العراق ويبقوا خدوا دوله بدون معارك يا اما تتصدى قوى اخرى نجحت يعني زي ما الدكتور كمال ان هو بقى في حكومه ائتلاف وطني تجمع السنه والشيعه ويستقيل المالكي وياتوا برئيس وزراء اخر مع بعض الامدادات الدعم من امريكا ان هم يوقفوا على الاقل هذه الحاله يبقى هي تجنبت. وخاصه حاجه احنا ما نقدرش نخفي طبعا احنا ضدهم تماما وضد كل ارهاب ولكن تحليل العمليات بيقول ان النسبه كانت 1 ل 15. يعني احنا لما نتكلم تم تدمير نسبه ايه؟ نسبه القوات يعني نسبه القوات اللي هم داعش 1 ل 15 يعني يعني الطرف الثاني قدهم 15 مره. لما نتكلم مثلا في 60 كتيبة تحولت لفلول معارك من إجمالي 243 كتيبة ده القضية مش في عدد القوات التأثير المعنوي كان صحيح. غير طبيعي على القوات العراقية لكن سقوط بغداد موضوع آخر اللي هو يعني السيناريو الأفظع إن هم يقدروا يخشوا لمناطق كربلاء والنجف مستغلين ان في سنه وفي لهم طابور خامس داخل هذه المناطق فيتحول الامر بالفعل بقى الى حرب سنيه شيعيه وخاصه حاجه ان في 2004 هو عموما ايران يعني خرجت بتصريح انها ستدافع عن العتبات المقدسه اذا تم مهاجمتها لسبب هم في الموصل وفي كل المناطق اللي بيدخلوها اي عتبات بيدمروها يعني احنا بس عشان تبان صعوبه الموقف ان القوات الامريكيه لما كانت موجوده في 2008 عانوا معاهم معاناه شديده في 2004 عانوا معاهم معاناه شديده وكانوا بكامل عتادهم بكامل تسلحهم بطائرات بغطاء جوي فلو لو لو حدث هذا السيناريو فهذا السيناريو هيكون صعب جدا ولا شك ان ايران سواء بمباركه امريكيه وهم نسقوا مع بعض قبل كده في طالبان رغم عدائهم التاريخي ان يبقى في مصلحه مشتركه فتنسق ايران لكن الاكيد دلوقتي ان القوات الامريكيه بعتت 275 من المارينز يامنوا المقرات بتاعتهم وايران بعتت استشاريين من الحركه الثوري من الحرس الثوري ومن كتائب القدس عشان يبقوا موجودين ولكن لا نستبعد وده يمكن يتماشى مع التقرير ان كل هذه السيناريوهات تعلن انه بدات حرب اهليه في العرب. طيب دكتور كمال يعني ايضا نفس السؤال موجه لحضرتك عن ارتباط داعش ب يعني استخبارات اجنبيه بدول بعينها بغض النظر عن الموارد اللي احنا ذكرناها التي تتمتع بها داعش فيما يتعلق بالتمويل يعني ايضا ارتباطها بالقاعده يعني كل هذا يعني نشأة داعش برضو ما احناش عارفين يعني هي مرتبطه بمين بالظبط. هو طبعا احنا امام ثلاث اجيال الوقت للقاعدة وامام تاني اكبر تجمع اممي في العالم في التاريخ يعني في سوريا الان. طبعا اكبر اول تجمع كان في افغانستان وطبعا كان في اجهزة مخابرات شغالة في هذه القصة المخابرات الامريكية والمخابرات السعودية والمخابرات الباكستانية وطبعا ضرب 100,000 يعني 100,000 شخص ضربوا في هذه القصة اغلبهم كان طبعا من العرب بشكل اساسي من البلاد العربيه من بلدان مختلفه وطبعا كانوا بيعدوا من المطارات يعني كانت فيه رعايه معينه استغلت يعني هذا الشباب وراحوا افغانستان. في افغانستان بدا هؤلاء الشباب اللي دخلوا بقى انا بقول تمت عسكره سلوكهم يعني شال السلاح وبقى في منطقه تدريب وتحول مزاجه من المزاج البسيط الى المزاج المعقد المركب الميال الى العنف. طبعا لما قصة أفغانستان انتهت وسقطت كابول كثير جدا من المجاهدين العرب قال لك احنا لسنا طرفا في هذه القضية ومشوا وتركوها إلى مناطق أخرى إما مناطق تماس يعني زي البوسنة زي الشيشانية زي حتى السودان وقتها كان في هذه القصة وبالتالي ما بقاش لهم تأثير كبير. طبعا مع مجيء 11 سبتمبر وتكامل القاعدة وضرب أفغانستان مرة أخرى سنة 2001 ثم خروج أبو مصعب الزرقاوي نفسه من هيرات إلى طبعا في عند الملة كاريكار وجماعة أنصار الإسلام
ثم دخل بغداد ليلة سقوطها في 2003، ثم بدأ يعمل مباشرة لأنه كان مجهز ناسه وجايين بالعائلات هو كان له معسكر خاص حتى بي يعني وبدأ في هذه القصة. هنا هو بدأ بمجموعة توحيد والجهاد، ده الجيل الثاني بقى، الجيل الثاني يعني كلما أوقدوا حربا أنتجت لنا جيلا من يعني من الإرهابيين يعني، وكلما الجيل الأكثر يبقى أكثر عنفا ودموية من الجيل الذي كان من الجيل السابق. فالجيل الثاني اللي هو جيل أبو مصعب الزرقاوي، على فكرة يعني أبو مصعب الزرقاوي كان عنيف جدا وكان طائفي، يعني طائفي بمعنى أنه يستهدف الشيعة، يعتبرهم روافض وبيستهدفهم على أساس أن هم المدنيين يعني الشيعة ومراقلهم وكذا. ودي على فكرة كانت موضوع لجدل كبير جدا ونقاش بينه وبين أسامة بن لادن. فطبعا بعد ما بقى توحيد يعني الأسس التوحيد والجهاد، وإحنا قلنا سمات هذا الجيل، وبعد كده علشان يبايع القاعدة بايع القاعدة فعلا سنة 2004، ثم تطورت هذه القصة لمجلس شورى المجاهدين، ثم حلف المطيبين، ثم في النهاية اللي هي دولة العراق في الأول، دولة الإسلامية في العراق. وطبعا الدولة الإسلامية في العراق قد خبت، يعني كانت قد خبت. لماذا؟ لأن قد ظهر ظاهرة اسمها ظاهرة الصحوات، وظاهرة الصحوات اعتبرت أن التنظيم بممارساته كان تنظيم أصبح عبئا على حاضنته الاجتماعية، بمعنى أنه قاعد مثلا يجلد الناس ويفرض عليهم نمط معين ويفرض عليهم على المسيحيين الجزية، وهدد الإيه يعني هدد السياق الاجتماعي اللي هو ورثناه في بلداننا من مئات الالاف من السنين. فطبعا ضاق به الناس، فطبعا حرم هذه الحضانة الاجتماعية وتشكلت الصحوات، والصحوات لعبت دور كبير في حصار التنظيم واسقاطه. لما جت بقى قصة سوريا اللي هو الجديد وعسكرت الثورة السورية، ومن 2011 و2012 بدأ مرة اخرى تبث او تعطي قبلة الحال الجيل الثالث اللي احنا بنقول عليه، يبدأ أبو بكر البغدادي. على فكرة أبو بكر البغدادي اللي هو خلف أبو عمر البغدادي متحالف مع ضباط من البعث. بالنسبة للسؤال اللي حضرتك كنت تفضلت به، في واحد اسمه بكر حجي، وعدد من ألوات من اللواءات الكبار في تنظيم البعث دخلوا لتنظيم دولة العراق، الدولة الإسلامية في العراق والشام. ودول كانوا يعني دخلوا بخبرات استراتيجية كبيرة، ودخلوا بخبرات حتى كمان في مسألة التمويل، في مسألة الاستخبارات، في مسألة التأمين، في مسألة كل هذا الكلام، ولعبوا دورا كبيرا جدا في صناعة القرار هناك. يعني النقلة النوعية اللي حصلت للي احنا شايفينه في القدرة القتالية، في القدرة الاستراتيجية، في كل هذا الكلام بسبب هذا الدعم اللي هو تلقى. بالإضافة طبعا إن 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 في دول، طبعا في دول في الإقليم كانت بتدعم داعش، وعلى وجه الخصوص قطر كانت تدعم داعش في وقت من الأوقات، مش يعني في وقت من الأوقات علشان يعني يبقى جزء من سياستها الراديكالية في المنطقة. فكانت بتتعمد إنها تدعم داعش على أساس تؤثر أو يعني على أساس تضغط على السعودية بها، لأن السعودية كانت تدعم جبهة النصرة، وجبهة النصرة معروف إنه ليس تنظيما أمميا، يعني ليس تنظيما يريد تغيير الجغرافيا السياسية للعالم أو للمنطقة، وإنما هو تنظيم محلي وتنظيم محلي لا ومش محدود، هو تنظيم كبير ولكن هو شايف ان شغله يبقى داخل هذه المنطقة لتقديرات او لتقدير مقدر في ان الواقع السوري. وهي دي الأزمة اللي حصلت بين ابو بكر البغدادي وابو محمد الجولاني اللي هو ماسك جبهة النصر، ليه؟ لانه طبعا لما لقى هو تنظيم داعش يعني او الدولة الإسلامية في العراق، وشيء كانت في العراق، فلما وجدت سوريا هو قال لك نريد ان يكون لنا قدم فيه، فبعت ابو محمد الجولاني على اساس يشتغل. محمد الجولاني اشتغل واسس الجبهة. فالمهم ابو بكر البغدادي قال لك نعلنها حاجة واحدة، يعني بدل ان يكون هو، فطبعا اعلن بدون ان يستشيره، وطبعا فيها تفاصيل كده دولة العراق، فاختلفوا. اول مرة حصل انقسام في داخل القاعدة لما اختلفوا. ابو محمد قال لك لا انا سيبني من القصة دي، وراح اتكلم مع ايمن الظواهري واعلن انضمامه ومبايعته للتنظيم المركزي في وزيرستان. فطبعا تدخل الظواهري، ودخل طبعا
أمير تنظيم القاعدة في اليمن وبعض الشخصيات ذوي الحيثية الكبيرة اللي لها علاقة بهذا الملف في الكويت. ولكن هذه يعني هذا الأمر لم يجدي نفعا يعني الوساطة، وبالتالي حصل هذا الانقسام اللي احنا شفناه. وداعش طبعا الإمكانيات اللي حضرتك تفضلت بها في مسألة الرقة ودير الزور وفي هذه المنطقة كلها طبعا اعطت لها كمان مش قبلة الحياة بقى اعطت لها يعني تحولت بقى هو على فكرة هم بيقولوا الدولة يعني خد بالك فكرة الدولة يعني هي هو طبعا الخيال خريطة والخريطة فالدولة دي اعطت له معنى الدولة. فحتى الشباب اللي جاي كله من العالم في اكتر من 20 جنسية بتقاتل في سوريا وكثير منها جاي من اوروبا على فكرة، في امريكان اكتر من 200 امريكي موجودين، في اكتر من 300 بريطاني، في اكتر من كذا بلجيك، كل يعني في كل هذا الكلام. واوروبا خائفه وفزعه من هذا الموضوع طبعا، لدرجه ان انا شفت التصريحات الامريكيه الاخيره النهارده ان هذا الفضاء اللي خده التنظيم وبريطانيا تصريحات ويليام هيج وغيره هذا انت بتقتله فضاء هيبدا يحط يبقى ده جزء ميداني لضرب الحضاره الغربيه، لان الحضاره الغربيه هي عامله له يعني هو هي دي احد يعني هو الفكر السلفي فكر هوياتي يعني فكر متصل بالهوية. هو معتبر ان الحضارة الغربية تمثل تهديدا للإسلام او تمثل تهديدا وهو على فكرة ودي المشكلة ان الطرفين يعني الطرف اللي كان متمثل في 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 في, في جورج بوش والمجموعة اللي هو المحافظون الجدد على الجانب الاخر كانوا يقاتلوا محافظون ايضا يعني صحيح. الطرفين وده بيتبنى مقولات مسيحية وده بيتبنى متطرفة طبعا، الأصولية الإنجليزية كانت متحالفة مع هذا الفصيل، ونفس الكلام برضو هنا في أصولية إسلامية بتقول لك إن في تهديد وكذا، والاثنين بقوا خطر على الإيه؟ يعني حتى في فيلم في البي بي سي اللي هو قال لك يعني كلمة عن هذه القصة، يعني كيف يسيطر الأصوليون لتشكيل خرائط العالم بينما نقبع نحن تحت هذا الخطر او هذا التهديد. صحيح. واخد بال حضرتك ازاي؟ طيب. بس فهو طبعا التنظيم الان في زي الاستاذ سمير بيتكلم على حاجه اسمها رجال الطريقه النقشبنديه. هذه بيقودهم عزه الدوري. وعزه الدوري له دور كبير في هذه القصه، وده طبعا المجموعه دي اللي هو رجال الطريقه النقشبنديه من 1991 سمح صدام حسين لهم ان هم ينضموا في هذه الطريقه. وطبعا الطريقه النقشبنديه فيها جزء سري يعني لغايه النهارده عزه الدوري محدش عارف طريقه فين، وقبل الكلام اللي حصل ده وسقوط الموصل الكلام ده كله هو كان موجود هناك. فانا اقصد ان اقول ان المشهد معقد، المشهد معقد في العراق مفيش سواء على مستوى الوضع الاقليمي او على مستوى الوضع الدولي. طيب استاذ سمير، يعني العراق الان هو وقع بين يعني تكفير وارهاب داعش وطائفيه رئيس الوزراء نوري المالكي. هنتكلم بس في النقطه كانت حافز لدى بعض العراقيين او جزء من العراقيين اللي هم السنه لتأييد داعش رغم ممارساتهم التكفيريه والارهابيه. عضو لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الامريكي ادم شيف قال انه المالكي شكل حكومة من الشيعة للشيعة فقط وملوش اي علاقة ببقية العراق، اذا كيف ساهمت سياسات المالكي في تأزم الوضع بهذا الشكل؟ طبعا موضوع فض اعتصام الانبار كان له تأثير كبير، ملاحقة الخصوم، الحكم على طارق الهاشمي بالاعدام، كل يعني طارق الهاشمي كان نائب رئيس للجمهورية وكان بيمثل السنة ومن أبرز الشخصيات السنية في المشهد السياسي المعاصر لنا دلوقتي. يكفي من تصريحات قائد الحرس الثوري الإيراني، هو دعا لاستقالة الملكي. يعني أنا ما بتكلمش بقى على حد من السنة أو حد مثلا من طرف محايد، هو دعا بشكل مباشر أنه عليه أن يستقيل وعليه وعلى الشيعة أن يختاروا رئيس وزراء يتمتع بقبول الآخر له القدرة زي ما تفضل الدكتور كمال إنه هو يعني تبقى حكومة للجميع ويقف على المسيف على الجميع مسافة واحدة لسبب جميع مراكز الاستراتيجية شايفة المخرج من المأزق هو بوحدة الشأن العراقي بلم الشمل العراقي بعيدا عن الطائفية والمذهبية والعرقية والقبلية بعيدا عن داعش لسبب بمبدا يعني عدو صديقي. الدنيا ماشيه كده دلوقتي، يعني دلوقتي مثلا في منطقه الرمادي والفلوجه في بعض العشائر بيقولوا لا احنا برضو احنا ضد داعش،
لكن مع استمرار وتيرة العمليات وتقدم داعش، احنا عندنا شباب في كل العالم دلوقتي بيخرج من مظلة القبيلة وهم القوات ضاربة. واللي عمل ابو مصعب الزرقاوي اللي هو راجل اردني اصلا مش عراقي، اللي عمله الموضوع ان هو بدأ يحقق نجاحات ضد المحتل الامريكي فاجتذب العراقيين. راحت منه الزخم امتى؟ لما بدأ ان هو ما حققش، وابتدى القوات الامريكية تحقق ضربات، وابتدى الجيش العراقي يستفيد، بالاضافة لان عدم الاتحاد مأثر على معنويات الجيش العراقي ان هو بيحارب بالعقيدة. ايوه هو جيش طائفي، ده برضه جزء من سياسات الملك انه اسس جيش يعني طائفي، هو بالعقيده العراقي الان هو شيعي يعني هو وهو الجيش والملك في سنة نفسه في سنه، في سنه ولكن لهم ليسوا القاده، مش قاده، لا مش قاده، مش قاده على فكره، على فكره حتى في سوريا نفس حتى من يعني من ايام حافظ الاسد يعني اللي يخش مش علوي يبقى بقى في الامداد والتموين، يبقى ما يبقاش يعني ما يبقاش قائد لهم درع، ما يبقاش قائد يعني ما يبقاش طيار او كلام زي كده. لا بدليل حاجة ان اول حاجة عملها الملكي ان هو بدأ يتهم محافظ الموصل بالعمالة ويتهم مش عارف يعني هذه التصريحات. الجانب الامريكي لخص غلطة الملكي في ان هو اعتمد على اهل الثقة مش اهل الخبرة في اختيار القادة، فالقادة ادائهم اللي يخلي 30 الف جندي يجروا قدام 800 واحد و 1500 واحد، ده بيعكس قد ايه ان هو لم يختار القاده على اساس. بالتفسير الامريكي ايضا جاء على لسان رئيس هيئه الاركان المشتركه الامريكيه الجنرال مارتن دمسي، قال ان القوات المسلحه العراقيه القت سلاحها في مدينه الموصل لانها كانت متيقنه من ان الحكومه برئاسه نوري المالكي غير منصفه في معاملتها لاهالي المدينه. بالظبط، ما هو ده ما هو ما هو ما هو اقول لسيادتك حاجه، في كل دوله في العالم ما هو العسكري ده مش كائن فضائي، هو مواطن له أسرة، له بيعيش كمواطن وبيتأثر بالأوضاع السياسية والاجتماعية حتى لو كان ما بيمارس سياسة. فالجنود دول مش يعني عشان يرجعوا يقتلوا لابد ان يلاقوا شعبهم متوحد وان دول قوة جاية، قوة ظلمية، لكن لما يرى الظلمة نفسها جاي من حكومته اللي بتحكمه هو يرى ان هذه الحكومة عجزت في وقت ان بالمناسبة جميع الكتاب زي توماس فريدمان اللي هم مقربين من الإدارة الأمريكية كلامهم بيقولوا ما تدخلوش في المستنقع ده تاني، يعني ما تبعتش قوات برية، يكفي انك انت تحاول الإصلاح السياسي، كفى موضوع الحدود، لان الحدود لو ما كانتش بشكل ديمقراطي لن تنجح وستظل العالم طيب في حرب للأبد. طيب يعني سؤال الأخير لك يا دكتور، لأنه وقت البرنامج قرب على الانتهاء، كان الدكتور نجح إبراهيم قال في مقال في المصري اليوم أنه مساحات التكفير عند داعش شاسعة لا حدود لها، لم يعرفها العقل ولا الفكر الإسلامي أو الإنساني طوال تاريخه. داعش لن يستطيع أن يقيم دولة لأن فكر التكفير لا يصلح لإقامة الدولة، والخوارج رغم جيوشهم الكثيرة وشجاعتهم عبر التاريخ لم ينجحوا في إقامة دولة، وذلك بسبب افتقارهم إلى فكر وعقل ورجال ومفاهيم الدولة. إذن ما هو مصير داعش في الفترة القادمة من وجهة نظرك؟ تفضل. وطبعا يعني أنا ما جيت قريت على طيبور لانك واكتساح المنطقة من آسيا الوسطى إلى حتى وصل إلى بغداد وأسقطها والصليبيين حتى هو راح للدولة العثمانية وهكذا، يعني كان يعني قائد مسلم بيقاتل قوى مسلمة أخرى. ففي يعني مفسر، في مؤرخ إنجليزي بيقول إن في قوة انتحارية في التاريخ، يعني شغلتها إن هي قوة مقاتلة لا تعرف لنفسها ماذا بعد، يعني لماذا هي مقاتلة لمن نوجه مدافعنا، يعني هي قوة انتحار. ولذلك داعش هي كده، داعش قوة من هذا النوع، من هذا النوع قوة قتال. ما مصير القوة من هذا النوع؟ هذه القوة زي ما بيقول دكتور ناجح لا مستقبل لها لأن ليس لديها مشروع سياسي رغم شجاعاتها، مفيش والكلام ده كله والخوارج كانوا كده على فكرة. بس تعرف انت لما كان الأمويين لأنهم كانوا قارئين عقل الخوارج كويس عايزين يسقطوا معسكرا للخوارج، كان يجي، أنا قريت في التاريخ إن كان واحد يقوم جايب مسألة خلافية حوالين البتاع وقوم حاططها في سهم وقوم رميها على معسكره، يسيبوا القتال ويقعدوا يتكلموا في هذه الإيه؟ في هذه القصة. يعني أنا أقصد أن أقول إن هذه قوة ليس لديها فكرة تقدير مصالح الناس وتقدير واستصحاب الأصل لمعاشهم ولأحوالهم،
هم تنظيم مغلق. هذا التنظيم قائم على أساس عقدي، وبالتالي يعني حتى مشاهد العنف اللي احنا شفناها، ان حتى صحيح. لو انت مختلف مع 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 حتى الجيش العراقي لا تقتله بهذه الطريقه. ففكره الدمويه يعني فكره يعني الحياه التي خلقها الله لنا قائمه على فكره الوسطيه، قائمه على فكره التوفيق والتوافق. حتى فكره النبي صلى الله عليه وسلم، فكره دستور المدينه، كان في حاجة في البداية كان في حاجة اسمها الكوميونيتي، يعني ايه المجموعة التي تعتقد نفس الاعتقاد. لما نقل المدينة بفي حاجة اسمها سوسايتي، يعني ايه يعني اوسع من هذا الكوميونيتي، ويجب ان تأخذ مصالحها في الاعتبار. ولذلك فكرة ان في مجتمع وان في فكرة المصلحة وليست فكرة العقيدة، ده مش موجود، ده موجود. هو بيدخل على طول يشوف مين مين مش زيه، انت بتعمل ايه وكده. وفكرة النموذج اللي هو النموذج اللي زي نموذج الماركسي زمان، اللي هو لفكرة النموذج المفروض من أعلى، هو إنما أن نكون جميعا قاعدين كما هو الحال على هذه الترابيزة ويكون موضوع مشروعنا جميعا. لذلك هو مشروع قتالي أصلا، وهذا المشروع القتالي يظهر في أوقات الأزمات ولا يصلح للأوقات العادية أو الطبيعية. لذلك تجد الفقه، يعني اشتغلت على القصة دي، أن فقه داعش هو فقه استثناء وفقه الضرورة، بيشوف كده يلتقط من التاريخ ومن الخبرات ما يعتبر استثناء. لكن حياة البشر تقوم لا تقوم على استثناء، صحيح. وإنما حتى إذا كان في هناك استثناء، لكن يؤكد القاعدة أن الناس تقوم على يعني مسار حياة وعلى فكرة. فكرة الإنسان السوبرمان أو فكرة الإنسان الكامل مش موجودة في الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول الضعيف أمير الركب، يعني ايه؟ يعني انا بقود ناس النهاردة اشوف اضعف واحد فيهم واشتغل على اساسه. انما هو بيحاول ان يجعل يعني فكرة، انا بقول عودة الانسانية للانسان، يعني ان تحترم ضعفه وان تحترم كل هذا الكلام، هذا ليس موجودا عند داعش. لذلك داعش لا مستقبل لها، وليس لديها مشروع، وليس لديها قدرة على ان تكون يعني على ان تكون على ان تستمر ان تستمر. نشكرك جزيل الشكر دكتور كمال حبيب، المفكر والباحث في شؤون الحركات الاسلاميه، كما نشكرك طبعا الاستاذ سمير رغب المحلل السياسي والاستراتيجي. ونراكم على خير ان شاء الله. مشاهدينا، بهذا بنصل الى ختام هذه الحلقه من برنامج خطوط تماس. في الاسبوع القادم حلقه جديده على شاشه النيل الاخبار. الى اللقاء.